تمام يا فندم. لواء أركان الحرب محمد سمير زغاري، قائد طابور الأرض، أعزاز في بدر الأرض. تفضل يا فندم. مجموعات العرض العسكري تستعد للمرور بالخطوة المعتادة في هيئة الاستعراض. 20 خطوة مسافة بين المجموعات. الدوران الخارج للخارج. دور. أمام المنصة المجموعة الأولى لخريج الكلية الحربية.
مجموعه خريج الكليه البحريه. خريج الكلية الجوية خريج الكلية الفنية العسكرية. مجموعة خريجي كلية الدفاع الجوي. مجموعة خريجي كلية الطب بالقوات المسلحة. مجموعة خريج الكلية العسكرية التكنولوجية. كلية الشرطة. رجال عاهدوا الله على أن يكون استقرار مصر وأمنها داخلي واجبا مقدسا، وأن يكونوا بجوار جيشهم الأبي درعا واقيا يحمي ويصون مقدسات الوطن. ويتقدم من يسار أرض الطابور خريج الدورة الأولى فروسية وطالبات الجامعيات خريجات هذا العام. We'll be right back.
يتقدموا من يمين ويسار أرض الطابور مجموعة أعلام الدول التي شاركت مصر حربها عام 1973. بينما قام رجال الصاعقة الأشداء بتجسيد رقم 50 على شبكة التسلق يسار ساحة العرض احتفالاً وابتهاجاً باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.